سيدنا ليه واحد وهو محدد هدف في حياته واحد يحققه ويوصل للهدف اللي عاوزه والتاني ما يوصلش قاعد بس بيبكي على اللبن المسكوب؟ لا ما اصل ده يعني برضو في حتة في التكوين النفسي والتربوي والعقلي وغيره تخليه يعني ضعيف في التكوين بحيث ان من اول خطوة يقول لك ما انا تنفعش ما انا عارف ان ما كنت ما انفعش تكوين ضعيف. في تكوين اقوى شوية يقول لك مش شد حيلك ربنا معاك, وفي تكوين صلب يقول لا هنعمل كده ايه في ايه يعني ما غيرنا راح ايه يعني مشكلة يعني صحيح. وفي تكوين يعني فوق المعتاد ده بقى بتاع الناس البايونيرز والمتميزين متفوقين يعني كل دي موجودة والإنسان بيحط نفسه في الكاتيجوري المناسب له سواء برضو تاني من خلال رأيه أو رأي الناس حواليه أو أسرته أو أب اعترافه أنا في أنهي في دول أنهي طموحي يناسبني. سيدنا ما برضو ده يدعينا أن أنا أسأل نفتك يعني إزاي أعرف نفسي أعرف قدراتي أنا الشخصية. أوقات بلاقي شباب يعني بيحط يعني هدف صعب جدا يعني فوق إمكانياته بكتير جدا. مثل عملي طبعا. مثل عملي مثلا ان هو عايز يبقى غني مثلا او عايز يبقى عالم ده غير ده دي سكه غير سكه ولا ايه؟ صحيح. اللي عايز يبقى غني يعمل مشروع في مشروع فما ويكبر المشروع وانا قد ايه مبسوط. في عندنا برنامج اسمه مشاريع انا بحب اشوفه وحاجه جميله يعني في التلفزيون وعندنا في الكنيسه يعني المشروعات الصغيره عندنا في الكنيسه و يعني فعلا ساعدوا في الكنيسه في انحاء القوت شباب انهم يعملوا مشروعات زي ده مشروع. ايوه سيدي. ف انت وانت بتحلم احلم على قدك. لو الحلم صعب التحقيق نفسك هيتقطع في السكة. لو مستحيل يبقى انت بس ساعات سيدنا ببقى بحلم على قدي او انا عارف امكانياتي وفي مثلا حد يعني حد اكبر مني بيقول لي انت تقدر لكن بيبقى حواليا ناس كتير وممكن يكونوا من قلب البيت عندي محبطين بيحبطوني دايما يا فاشل انت مش هتنفع انت مش هتقدر. هيتوقع ده دي حرب عدو الخير يا يشغل العيلة يا يشغل الاحساس الضعف البشري ان انا مش هنجح يا يشغل الظروف. ولكن في حاجة اسمها دايما اعمل حساب انك مش لوحدك انت مع ربنا وربنا معاك. طب ربنا ده في السماء اقول لك لا ربنا جوه قلبك ولو صليت ولو اعترفت ولو قربت من الكنيسة ولو حضرت اجتماعات هيبقى عندك رؤية روحية للأمور بحيث انك انت لما تطمح لحاجة هتلاقي على طول رد فعل جالك بسرعة ان بالتالي الموضوع ده مش مقبول. لا ده مقبول ما فيهوش حاجة.